يعني يا مرام ايدينا على البزر. واول سؤال في السينما والمسرح. والسؤال هو: من هو الفنان الذي قام بدور فضل الخولي في مسلسل قيد عائلي؟ فنان قدير كلنا عارفينه، فضل الخولي. مين يا غادة؟ صلاح عبد الله. غادة، صلاح عبد الله. إجابة صحيحة. الفنان القدير صلاح عبد الله الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 70 الحصان الأسود، 25 النسور. بس عجبني إن خدتي وقتك وفكرتي. برافو عليك، برافو عليك. 10 نقط كده عن جدار. السؤال التاني.